اهلا بكم من جديد. الحقيقه التوصيف الدقيق لما جرى في جلسه الجمعيه العامه للامم المتحده للتصويت على مشروع مصر برفض القرار الامريكي بتاع ترامب يمكن ان تقول انه في النهارده 128 دوله ادت المتغطرس الامريكي على قفاه. لاول مره هذا يوم بالفعل عندما تطلق على هذا اليوم انه يوم تاريخي بالنسبه للعالم فهو توصيف صادق جدا. ليه توصيف صادق جدا؟ عشان نرتب الامور. كان الرئيس الامريكي يعتقد انه عندما يصدر قراره بالاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل وينقل سفارته اليها كان يعتقد ان العالم سيقول له سمعنا واطعنا. انت الامام واحنا وراك. لكن فوجئ أن هذا العالم ليس شركة. هو الراجل تعامل كبزنس مان كبقال فهياخد قرار فالعالم يستجيب. لما وجد أن هناك تحرك دبلوماسي تقوده الحقيقة مصر، يعني عشان كل واحد ياخد حق قرار اللي مصر قدمته في مجلس الأمن، عرقله المتغطرس الأمريكي بالفيتو، فقمنا رايحين للجمعية العامة. الجمعية العامة النهاردة يعني مفروض كده انه اللي حصل فيها هذا التصويت وهذه الجلسة وكلمات الدول نقعد نستعيدها خلال الايام القادمة ان شاء الله. ليه؟ لانه بصرف النظر عما سيكون بعد ذلك، لكن احنا قدام انتصار دبلوماسي لمصر وللعالم الحر اللي هو العالم الذي لا يزال على محافظا على بعض المبادئ في مبدأ هذا الصراع الذي يدور على أرض فلسطين. بعد عقود طويلة جدا ارتضى العالم أنه يبقى في حل عبارة عن دولتين مستقلتين، دولة لإسرائيل ودولة لفلسطين، محدش قال أكتر من كده. وكان القرار المصري يسعى إلى ذلك من البداية، يعني كل المفاوضات وكل اللقاءات اللي عملها الرئيس السيسي مع نتنياهو سواء اللي كانت معلنة أو اللي أعلن عنها بعد ذلك كلها كانت تسير في هذا الاتجاه، دولتين. هو جه من طرف واحد وقال لك انه عاصمتها القدس دون ان يحدد ودون ان يتحدث لا عن قدس غربيه ولا عن قدس شرقيه، فمعتقدا ان العالم لن يقول له الا امين. النهارده في حاله من الحيويه يمكن ان تشير بقى في تفسيرات وتحليلات الخبراء السياسيين الى انه الامبراطوريه الامريكيه يمكن ان تدخل الى مرحلة خرفها، لانه اللي حصل النهاردة ده زلزال سياسي. كانت امريكا توجه القرار الدولي كما تريد وكما تشاء. النهاردة 128 دولة خدوا القرار برفض القرار الامريكي الموافقة على القرار المصري بما يعني رفض القرار الامريكي، وفي 9 دول هي اللي قبلت، يعني منها طبعا يعني امريكا واسرائيل وبعض الدول اللي هي يعني منها احنا يعني ما نعرفش منها مثلا الا يمكن توجو، يعني عندنا الولايات المتحده طبعا اهو، يعني عندنا جواتيمالا وهندوراس واسرائيل وجزر مارشال وجزر ميكرونيسيا وجمر ناورو. دي الجمهوريات دي فين؟ ناورو في المحيط الهادي، ودولة بلاو وتوجو والولايات المتحدة. يعني توجو الدولة الإفريقية الوحيدة التي انصعت للأمريكان، وال 35 دولة فيهم بعض الدول الأمريكية الدول الإفريقية التي امتنعت عن التصويت. امبارح كان في نوع من الممارسة التي لا نستطيع أن نصفها إلا بأنها بلطجة دولية. الراجل رفع سلاح المساعدات والمعونات، واللي هو رفعه بمنطق التاجر وليس السياسي. دي دول بنساعدها وبنديها فمفروض ما تعرضناش، مفروض ما تعرضناش. وكانت التعليقات الدبلوماسية من سفراء الدول المختلفة في الأمم المتحدة الحقيقة كانوا مستائين جدا من هذا المنطق، لأنه ليس بهذا الشكل تدار الأمور في العالم. يمكن أنا نعرض لحضراتكم هي نتيجة التصويت النهائي على القرار من موقع الأمم المتحدة اللي بيسجل 128 دولة
وافقوا على صوتوا لصالح القرار المصري، 9 رافضين و35 دولة ممتنعين. هذا انتصار دبلوماسي واضح جدا للقضية الفلسطينية. وزي ما قلنا انه احنا ماشيين في مسارين، المسار مسار الشعوب التي تعلن عن غضبها واستيائها وتقاوم، والمسار الذي تقوم به الحكومات العربية، المسار الدبلوماسي. واعتقد ان ما تحقق اليوم انتصار دبلوماسي لابد ان نقف امامه طويل. خليني اخذ معلومات اكتر عما جرى وعما سيجري من زميلتنا العزيزة الأستاذة حنان البدري، مدير مكتب روزا اليوسف في نيويورك. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. قولي لي بقى أنت، يعني المشهد اللي أنت شفتيه النهاردة ده يعني وأنت المتمرسة في تغطية الشأن الأمريكي، المشهد ده جديد علي يعني جديد؟ هو ليس جديدا تماما، لكن في مشاهدات جديدة حصلت. تمام. ليس جديدا تماما لأن فيما يتعلق بالهيبة الأمريكية. لأن الموقف أو قريب من نفس الموقف حدث حين تهدد الرئيس الأمريكي مثلا باستخدام القوة ضد كوريا الشمالية. ولم يحدث شيء، وجاءته انتقادات من الداخل الأمريكي جدا على نطاق واسع، حتى من ناس الـ يعني في الإدارة من غير المعينين سياسيا، على أساس أن ذلك أن القيام بالتهديد دون تنفيذ ما يتم التهديد به ممكن يمثل نوع من الشك في الهيبة الأمريكية والتقليل من مقدار أمريكا وقدرتها على فعل ما تقول. هذه واحدة، ليس جديدا، أمامنا التاريخ بيقول الولايات المتحدة ودورها داخل المنظمة الدولية منذ إنشاء المنظمة، استخدام الفيتو تم في مجلس الأمن، أكثر من 40 فيتو تم من قبل واشنطن لصالح الموقف الإسرائيلي. تمام. الأمر الآخر أن الكلمات الغير مسبوقة لمندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سواء كان التهديد بالأمس صراحة بشأن معاقبة ومحاجة أنه رصد الأسماء، رصد الأسماء اللي هتقف ضد أمريكا، وأنه الرئيس هيتابع بنفسه وأنه هننقله الأسماء الناس اللي هتقف ضد أمريكا. أكيد هو سيتابع بنفسه، لأنه فور كلمتها هذه بالأمس أثنى عليها وأشاد بتغريدة على هذا القرار، وقال أنها فعلت الصحيح. لكن النقطة الأهم كلمتها اليوم أمام الجمعية العامة كانت غير مسبوقة، لأن يبدو أن الولايات المتحدة، وده شيء معتاد، كانت قد نمى إلى علمها بأن التصويت سيأتي بمعظمه ليس صحيحا طبعا لصالح عفوا سيأتي بمعظمه لصالح القرار المقترح. فخرجت وكلمتها حملت في طي السطور تهديد للمنظمة نفسها، وتهديد لأن عندما تتحدث على أنه منذ أن وصل أو وصول الرئيس الجديد يعني حتى للمنظمة الدولية، فهذا التهديد بقاطع المساعدات او الاشتراك، خلينا نقول الاشتراك الامريكي بالنسبه للمنظمه او دعم منظمات تبع الامم المتحده. لكن هنا هنفتكر ان الولايات المتحده على مدى عقود كانت بتمتنع عن تسديد كامل حصتها. صحيح. ده شيء معروف. صحيح. هذا الموقف وضع امريكا في شكل ضعيف جدا على المستوى الدولي، لانه حتى حينما يعني كان يمكنها الامتناع عدم التصويت، الاعتراض على قرار مزمع من جمعيه عموميه وهو قرار غير ملزم لكن له ثقل سياسي، كان يمكنها فعل ذلك دون توبيخ الدول الاخرى ودون التحدث عن الديمقراطيه وقيم الحريه، وفي نفس الوقت تهديد دول ان كان التصويت ليس لصالح ما تريد الولايات المتحده فستتم المحاسبه.
لذا يعني اذا نظرنا، انا عايزك يعني تنظر ليس فقط للدول التي قامت بالصوت ضد القرار، لكن الممتنعه معلومه، الدول اللي صوتت ضد القرار معروف ان التصويت بتاعها بشكل اوتوماتيكي بيتم الولايات المتحده عند اي قرار بغض النظر. التسع دول دول بدون جدال، دول بيصوتوا مع اي قرار امريكي على مدى على الاقل 25 سنه اللي انا بتابع بيها الامم المتحده. تمام. اما اذا نظرت للدول اللي امتنعت عن التصويت، سنجد مثلا يعني انا يعني اندهش عندما اجد جنوب السودان. جنوب السودان، وبس مش هقول جنوب السودان احنا بنساعدها وجنوب السودان عملنا كذا ليها، لا 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 طبعا احنا كده يبقى بالمنطق الامريكي بقى بالظبط. مش هقول كده، لكن هناك جنوب السودان، هناك الارجنتين، هناك استراليا، هناك البوسنه ممتنعه، وفي افغانستان تقريبا. وافغانستان عفوا مش موجوده افغانستان، ولكن في الارجنتين، في استراليا، في بنين من افريقيا، في بوتان، انتغولا، البوسنه، كندا. كندا كنت اتوقع برئيس وزراء موجود بعقليه موجوده حاليا ان لصالح القرار، لصالح القرار صحيح، لان حتى بالتبعيه بريطانيا يعني خلينا نفكر يعني كرواتيا، تشيك، دومينيكان، اكوادوريال، الجزر الثانية هنغاريا وجامايكا وكاريبيا، في لاتفيا، ليستو، ملاو، مكسيك، بنما، باراغواي، كاميرون، بولندا، رومانيا، رواندا، جزر السولومون، جزر سليمان، ترينيداد، نوفالو، دي كلها حاجات الكاريبيان اللي عايشين ايه على امريكا. لكن انا اذا بصينا لدول دول يعني تمارس حقها، فهنتوقف عند الارجنتين، عند استراليا، عند كندا، عند كندا، عند البوسنه كمان على فكره، وعند ما فيش غيرهم غير باراغواي، الفلبين، بولندا، ورومانيا كمان، ورواندا. واحنا عندنا في الكاميرون واوغندا وجنوب السودان. انا يعني النتيجه اللي قدامي يعني ما فيهاش الكاميرون يعني. احنا يمكن مستندين كمان للخريطة بتاعت التصويت. طيب لو لم تقم الولايات المتحدة، وهو سؤال قد يبدو الإجابة تبدو عليه منطقية يعني، لكن لو لم تلجأ إلى أسلوب التهديد المباشر سواء من مندوبتها في الأمم المتحدة أو على لسان السفير الأمريكي، كنت توقعي أنه النتيجة تتغير؟ يعني كان يبقى المصوتين لصالح القرار أكتر؟ عفوا العكس تقريبا، انا ما سمعتش اول السؤال. لا يعني لو لم تلجا الولايات المتحده الى التهديد سواء عبر مندوبتها في الامم المتحده او عبر الرئيس ترامب مباشره، كان ممكن التصويت لصالح القرار يكون اكتر من كده؟ اتاثر التصويت بهذه التهديدات؟ لا، قد يكون العكس، الاقل بسيطه، بشكل بسيط. هقول لك ليه. انا اعتقد بان التصريحات المجافية للتقليد الدبلوماسي والشرسة التي قامت أو أدلت بها مندوبة الولايات المتحدة بالأمس وكلماتها في اليوم كانت لها تأثير في على الأقل الحصول على هذه النسبة، وهي أغلبية على فكرة. لاني حتى الدول الممتنعه كان في تصويت يعني يمكن بالصوت لامريكا على فكره، يعني يمكن نقول انه في انه في تصويت عقابي للامريكان بسبب الخروج عن الاعراف الدبلوماسيه بالتهديد. هي عقاب للاداره الامريكيه. ما هو عقابي للاداره لترامب، وعقاب يعني لمندوبته في الامم المتحده. عايز اقول لك ان مندوبته دي قبل شهر كان في كلام عن احتمال ان تكون او كانت على لسته قصيره
للأسماء المرشحة لتولي الخارجية الأمريكية لأن تيلرسون مغادر قريبا جدا بعد خلافه مع ترامب. وأعتقد أنه ممكن أن هي ممكن دلوقتي تبقى مرشحة بقوة، يعني الراجل بيثني عليها بشكل مباشر. أعتقد أن أمر الترشيح حسم لصالح رئيس الاستخبارات الأمريكية وهو عضو سابق في الكونجرس، هو الأكثر ترشيحا لهذا الموقف اقترابا اقترابا من منصب وزير الخارجية الأمريكي. بالضبط، اعتقد ان تم التوافق حول هذا الامر. هو يعني 90% هو وزير خارجيه القادم. شكر حضرتك جدا يا فندم. زميلتنا حنان البدري مديره مكتب روزا اليوسف في نيويورك. وخلونا نسمع كمان من السفير الدكتور محمد بدر الدين مساعد وزير الخارجيه الاسبق. معالي السفير اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. الوقت السؤال الملح، يعني انه احنا عندنا الوقت قرار من الجمعية العامة اتصوت لصالحه يبطل قرار ترامب. ماذا لو لم تستجب الولايات المتحدة واكملت في طريقها وبدأت تبني في سفارتها؟ هذا قرار طبعا مهم جدا، ولكنه ليس قرار ملزم. انا اعتقد ان المعلقة السابقة الاستاذة حنان البدري تحدثت بهذا بوضوح ايضا، انه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، انما لها نوع من الالزام المعنوي او السلطة التقديرية المعنوية والاحترام من هذه الزاوية، لانها تمثل اغلبية لدول العالم. انما ليست ملزمة، ولانه حتى قرارات مجلس الامن اللي هي بتبقى ملزمة بشكل حقيقي اللي هي بتخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. القرار لا يبطل هذا القرار المهم، لا يبطل القرار الأمريكي، ولكنه يحرج بقوة الولايات المتحدة وإدارة ترامب. وأنا الحقيقة استوقفني نقطة مهمة، وكنت أنا أتوقع أيضا مثل المتحدثة السابقة، بأنه كان هناك توقع من لهجة التهديدات غير المسبوقة والمتجاوزة من الجانب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، أنه يكون هناك تصويت أقوى من هذا كمان. يعني هذه نسبة جيدة طبعا، 126 دولة، لم يعارض القرار إلا 9 دول، لكن الممتنعين عن التصويت وبعضهم امتناعه يثير التساؤل. الممتنعين عن التصويت كان يمكن أو كان يجب بسبب اللهجة الأمريكية غير المسبوقة وغير المقبولة أن يكونوا كلهم مؤيدين لهذا القرار. أتوقف أيضا عن البلد زي كندا بعد وصول عودة الحزب الليبرالي في كندا إلى الحكم مرة أخرى، وكان الحزب الليبرالي في كندا له مواقف تقليديا أكثر تأييدا للقضية الفلسطينية. واضح انه بس انا عايز اقف مع حضرتك عند حاجه يا فندم. يعني هو قرار غير ملزم للاداره الامريكيه، بما يعني انه لا يبطله. انا معاك هو يحرج شديد الاحراج له. انا دلوقتي قدام 139 128 دوله خدوا هذا، صوتوا لصالح هذا القرار، كويس. طيب هل المفروض تبقى في تحركات، ولا هي المسألة بروتوكوليا كده وخلاص خلصت؟ يعني هذه الدول مثلا الحقيقة انه لو وقف الامر عند ذلك يعني لكان هذا موقفا ضعيفا. يجب ان يكون هناك مزيد من التحرك العربي والاسلامي ومن كل الاطراف المؤيدة للقضية الفلسطينية. يجب ان تستمر عملية احراج الولايات المتحدة. هذه السياسة الامريكية اللي بيعبر عنها الإدارة الحالية والرئيس ترامب، الحقيقة لو تراجع الطرف الآخر سيبدأوا هم الهجوم عليهم، وسيواصلوا خطوات تصعيدية. وإذا شعروا أنه الطرف الثاني يعني قال كلمتين وسكت، فهتبقى الأسلوب بتاعهم هو بذل مزيد من الضغوط على الأطراف مثلا الممتنعة عن التصويت لتعديل مواقفها، ونفاجأ بمواقف أخرى سلبية تضاف إلى الموقف الأمريكي. بالمناسبة بعض الدول اللي أيدت الولايات المتحدة هي أوريدي سفارتها في القدس زي هندوراس. سفارتها موجودة هناك. أصلا هي كانت وكانت هناك يعني نوايا سابقة
لفرض ضغوط عليها. هو تقريبا لا يوجد يمكن ضعف التمثيل الدبلوماسي العربي في هندوراس، تقريبا لا توجد اي دوله لا تمثيل هناك، هو هذا الضعف، التمثيل غير مقيم دائما اللي موجود في هندوراس. هذا الضعف في التمثيل العربي وفي العلاقات العربيه معها يوازنه او يواجهه من الناحيه الاخرى علاقات تاريخيه قويه مع اسرائيل وتبعيه كامله للولايات المتحده فده طبيعي. وكانت هي اول دوله في العالم سبقت تقريبا طبيعي يكون فطبيعي يكون هذا يعني التصويت منها تأيد الموقف الامريكي بالظبط، لانه اخيرا بالزبط. هي كانت معزوله والكل يعاتب عليها وينتقد موقفها، فاذا بدوله الكبرى التي توهم الناس انها شريك نزيه، وهي عمرها لم تكن وسيطه نزيه. بالظبط بالظبط. سيادة السفير بشكر حضرتك، سيادة السفير محمد بدر الدين مساعد وزير الخارجيه الاسبق. معايا برضو سيادة السفير دياب اللوح سفير فلسطين الحالي في القاهره. سيادة السفير اهلا بيك يا فندم. يعني كيف تابعت المشهد اليوم في الجمعيه العامه بالامم المتحده؟ يعني بكل المعايير الدولية خرجنا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ينصر القدس وينتصر للقدس ويؤكد قرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية السابقة بأن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 67، والكثير من المتحدثين ذهبوا بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية صحيح. المستقلة، وهذا يعني انتصار جديد للدبلوماسية العربية وللجهود التي بذلت من الدول العربية وفي مقدمتها مصر الشقيقة الحبيبة. سيد سفير، ما الذي سيبنى على هذا القرار يعني من السلطة الفلسطينية؟ يعني مفروض بعد هذا القرار اللي هو بالفعل يعني في نوع من الانتصار للقضية، يعني هيبنى عليه ايه؟ نعم، هذه الخطوة الثانية في التحرك العربي في الحقيقة. يعني هناك سلسلة من الخطوات اعتمدها وأقرها مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الأخير في القاهرة، وهذه الخطوة الثانية من سلسلة خطوات التحرك في المستقبل. أكيد بكل تأكيد سيبنى على هذا الانتصار وهذا النجاح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنقل الخطوة الثالثة، هي العمل على نقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام. وهناك تشاور مستمر في الإطار العربي خاصة بين فلسطين ومصر والأردن والسعودية ودول عربية شقيقة وصديقة أيضا، من أجل يعني دراسة ما هي الخطوات القادمة. وهناك اجتماع للجنة الوزارية المصغرة المنبثقة عن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير ستجتمع بعد عدة أيام في الأردن، وأيضا سيكون هذا الموضوع يعني محط دراسة بين الدول المجتمعة والمشاركة في هذه اللجنة، من بينها أيضا فلسطين ومصر والأردن. لذلك هناك خطوات كثيرة يمكن أن تقوم بها الدبلوماسية العربية من أجل استمرار الجهود المبذولة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وتسوية وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. يعني غير هذه التحركات الدبلوماسية، ما الذي يحتاجه أهلنا في فلسطين من الشعوب العربية والحكام العرب الآن؟ والله فلسطين تحتاج الكثير. يعني إذا تحدثت عن ماذا تحتاج فلسطين، فلسطين تحتاج إلى أكثر من الكلام والتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني. فلسطين تحتاج إلى دعم وإسناد الأشقاء العرب. فلسطين تحتاج إلى كل ما من شأنه أن يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وخاصة صمود أهل القدس، صمود المقدسيين في هذا البلد المقدس والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذا يحتاج الكثير. نحن نواجه هجمة إسرائيلية شرسة، نواجه عدوان شرس يستهدف الأرض ويستهدف الإنسان ويستهدف المقدسات
ويستهدف كل ما يمثل الفلسطينية بصلة. وهذا يعني أول يعني أعتقد أنه على رأس وفي مقدمة الواجبات القومية تجاه الشعب الفلسطيني واتجاه القدس على وجه الخصوص في هذه اللحظة التاريخية بالذات التي تستهدف فيها القدس. القدس ليست مدينة فلسطينية فقط، وكما أكدنا سيادتك سابقا هي مدينة فلسطينية عربية إسلامية مسيحية، هي لكل العرب، لكل العرب ولكل الأديان صحيح، وبالتالي واجب الدفاع عنها هي مسؤولية في هذا النطاق أيضا. صحيح صحيح. بشكر حضرتك جدا سيادة السفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة. يعني خطوة ستكون وراءها خطوات إن شاء الله، لكن احنا قدام انتصار دبلوماسي مهم. طيب من